بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون في الجزائر في خلال أيام بدعوة من الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون. الرئيس عبد المجيد تبون التقى بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وعقب هذا اللقاء بساعات أعلن أنه سيدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة الجزائر. الرئيس تبون أيضا التقى برئيس الحكومة الليبية المعترف به فايز السراج في إشارة واضحة لموقف الجزائر من القضية الليبية. هذه الزيارة الهامة التي يعتزم الرئيس التركي القيام بها إلى الجزائر هي زيارة مهمة جدا في ظل تسارع أحداث متعلقة بليبيا وبشرق المتوسط. الجزائر التي تتعافى الآن بعد انتخابات ديمقراطية أفرزت رئيس منتخب وانتقلت الجزائر إلى مرحلة استقرار، يأتي هذا التطور الهام لكي يجعل من الجزائر محطة مهمة. فالجزائر بلد محوري ومركزي في منطقة المغرب العربي، ووقوفها مع تركيا ومع الحكومة الشرعية في ليبيا له دلالات وله مؤشرات هامة. تأتي زيارة الرئيس أردوغان للجزائر عقب زيارة هامة أيضا قام بها إلى تونس، والتقى بالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد. هذه الزيارة أيضا سلطت عليها الأضواء، وهي زيارة مهمة في إطار توطيد العلاقات وترتيب التحالفات المتعلقة بليبيا وشرق المتوسط. في سباق محموم كما ذكرنا، هناك تحالفات مضادة، هناك اجتماعات يقوم بها محور الثورة المضادة أو المحور الصهيوني في المنطقة. نجد أن هناك تدخلات كما ذكرت دولية لصالح التمرد ولصالح الإرهاب في ليبيا المتمثل في خليفة حفتر. رأينا القصف الجوي الذي قامت به الإمارات من خلال قواعدها العسكرية الموجودة في داخل الأراضي الليبية، وتم قتل عدد كبير من طلاب الكلية العسكرية وإصابة العشرات بجراح. تأتي هذه التطورات الهامة المتعلقة بزيارة الرئيس التركي لأكثر من دولة ومغاربية في إشارة واضحة أن هذه الأمور تدل بجلاء وبوضوح بأن الأمور تزداد جدية. تأتي الأمور في إطار تحالف أعلن بالأمس في المملكة العربية السعودية وتكتل يضم 8 دول في المنطقة، في أهمها مصر وأهمها المملكة العربية السعودية واليمن والصومال وجيبوتي وإريتريا، الدول المطلة على خليج عدن والمطلة على البحر الأحمر، في إشارة واضحة أن هذه التكتلات التي تنشأ هنا وهناك وهذه الزيارات المكوكية هنا وهناك تدل بأن المنطقة تعيش على صفيح ساخن، أن الأطماع المتعلقة بثروات المنطقة لا تتوقف ولا تنقطع. نتمنى لمنطقة الشرق الأوسط أن تنتقل إلى حكم ديمقراطي مستقر، حكم يمثل شعوب المنطقة. الانعتاق من ربقة الاستعمار والهيمنة الاستعمارية، أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان وتوزيع عادل للثروات بين دول المنطقة وعلى شعوبها. كل هذا الذي نصب إليه ونتمناه في القريب العاجل. نسأل الله عز وجل أن يجنب منطقتنا الشرور والحروب والمؤامرات التي تحاك من في بيوت وخنادق الأعداء. أتمنى أن تتصلوا بقناتكم صدى الفيك وأن تتواصلوا معنا دائما. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.